الثقافة والفنون مليكة بندودة بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة على افتتاح المعرض الجزائري لفنون الخزف تحت عنوان التعبير بوساطة فن الطين والنار الذي يستمر من 17 لغاية 21 مايو. المعرض هدفه تشجيع الصناعة التقليدية خاصة في مجال الخزف. طبعا اليوم افتتحنا هذا المعرض تشجيعا لكل الخزفيين الجزائريين الذين يشتغلون في هذا فن الطين وفن النار في نفس الوقت. هو فن راقي جدا، نحن نرى أعمال جد راقية جدا، وهي أيضا تدخل في إطار تشجيعهم فتح الفضاءات ليحتكوا بعضهم بعض. وإحنا في على مشارف نهاية شهر التراث، هذا الفن يعمل على الترويج للتراث الجزائري من خلال النقوشات والرسومات، وأيضا إعادة إنتاج بعض اللوحات الفنية من التسيلي التراثية خاصة. اليوم نحن نعترف بهذا الفن باعتباره فن أكثر منه صناعة يعني تقليدية.